مساء الخير. طقس صيفي حار وعالي الرطوبة عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ودرجات الحرارة عم تتخطى معدلاتها الموسمية، أما الرطوبة العالية فهي عم بتزيد الشعور بالحر. إذن جو قليل الغيوم لبكره، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 32 درجة، طرابلس 34، العاصمة بيروت وصور عم بتسجلوا 33 درجة، ننتهي الليلة بعلبك اللي عم بتسجل 38، اللقلوق 27، زحل 37، وجزين 31 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم توصل لل 85%، الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأحد والتنين جونا قليل الغيوم صافي، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 33 درجة. للثلاثة والأربعة جونا بيتابع حار قليل الغيوم، ودرجات الحرارة بتستقر أيضا على 33 درجة على السواحل. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، انتبهوا مشاهدينا من التعرض الزايد لأشعة الشمس، تصبحوا على خير.